عاوز اقول حاجة اتفضل. في دقيقة الفقرة اللي جاية دي عشان السادة المشاهدين ياخدوا بقى موعظة وعبرة. الحاج زكي اللي هنشوفه في التقرير كمان شوية ده راجل كان موظف في التموين، راجل شغال موظف في التموين ومتعهد بتاع سلع ومواد غذائية، فصاحبه خد سلع بمئة ألف جنيه أول مرة والحاج زكي ده ضمنه، فتاني مرة راح جاي واخد سلع بمئتين ألف جنيه والحاج زكي برضه ضمن. ضمنه، فخد السلع بمئتين ألف جنيه وهرب. الحاج زكي ضامن، الراجل ما سدش. فالحاج زكي بيحكي لي بيقول لي أنا رايح أصلي العصر في مصلية جنب شريط القطر، طبعا هو اترفع عليه قضية والراجل التاني هربان وما معوش فلوس يسد. فراح الحاج زكي شاف هو رايح يصلي، شاف الراجل ده اللي نصب عليه وخد الحاجة وهرب، فبنادى عليه طلع جري، الراجل جري، الحاج زكي جري وراه، فالراجل بيعدي شريط القطر عدى والحاج زكي بيعدي ورا منه، راح جاي شريط القطر خبطه قطع رجليه. يا سيدي المفروض بقى انا خدت البضاعة والراجل اللي ضمني اتبترت رجليه بسببي اروح اسد، لا ما سدش. الحاج زكي اتسجن 3 سنين واتبترت رجليه علشان ضامن. فيا شعب مصر خدوا بالكوا قوي، المشكلة مش في ان حضرتك تعمل الجميل، المشكلة في مين اللي بشيل الجميل، هي دي المشكلة. فقبل حضرتك ما تضمن حد، قبل حضرتك ما تعمل جميل، ما تعمل واجب، تاخد بالك اذا كان ده هيستحق الجميل والواجب وهيصون او مش هيصون. الفقرة اللي جاية لازم حضراتكم تاخدوا موعظة، الراجل اتسجن 3 سنين واتبطرت رجليه وفي الاخر ما سدش، يعني ما تسدش الفلوس واتفصل من وظيفته، والنهارده احنا بنصور معاه لان هو بيطلب من حضراتكم كرسي متحرك بالكهرباء علشان يقدر يروح يصلي، طيب يقدر يتحرك على الكرسي ويروح يصلي فرض ربنا خلينا نروح نشوف ان الفقرة شاء دي الله. ونرجع لمشاهدينا، ان شاء الله خلينا نروح نشوف الفقرة ونرجع لكم، انتظرونا. مع الحاج زكي هيحكي المشكلة أفضل مني، يقول يا حاج زكي إيه اللي حصل؟ الحكاية يا أستاذنا الفاضل إن صاحبنا دي أنا ضمنته في 200 ألف جنيه، هو يعني أول مرة وتاني مرة تالت مرة زود ال 200 ألف جنيه وبعدين ما سدش، فأنت وقفت عن العمل، وبعدين فأنا بصلي العصر لمؤاخذة في المصلية اللي تابعني، فانا فوجئت لقيت جاي من بعيد والمصلية على مزاجين القطر، فتحت اجل وراه هو عدي، اول ما القطر لحقني قطع رجلي، تالت يوم لقيت نفسي في المستشفى. ما درتش بدنيا طبعا. لا طبعا الحمد لله. وبعدين انت بتجري وراه عشان تمسكه؟ ايوه، ما عشان ما انا كنت موقوف عن العمل ولازم ان انا الفلوس دي اسديه. وبعدين قعدت في المستشفى 3 شهور وطلعت، فوجئت لقيت جواب جايني بالمؤاخذة بالمحكمة الجنائية، وأنا بالحالة دي تحولت المحكمة الجنائية حكمت عليا ب3 سنين، دخلت السجن 3 سنين لأن دي فلوس عهدة. أيوه طبعا. قضيت ال3 سنين وطلعت، فوجئت لقيت وانت مبتور الرجلين. ايوه اللي حصل يعني ده السبب ليك في موت وخراب ديار. يعني شوفوا يا جماعه، الراجل كان ضامن حد معاه في الشغل ب 200 ألف جنيه وبعدين ما سدش، يعني هو ما سدش. طب ما سدتش يا عم، اتسببت كمان والراجل بيجري وراك عشان يمسكك علشان يسلمك وتسد ويكلمك، هو عدى والحاج زكي وقع قدام القطر، القطر بتر رجلين اتنين. الحاج زكي دلوقتي محتاج كرسي متحرك بالكهرباء،
يقدر يمشي ويروح ويجي عليه، لان هو مش معاه تمن الكرسي. الكرسي النهارده تمنه 35,000 جنيه، وهو يا عيني مش معاه تمن الكرسي. وما كانش هو لو كان معاه فلوس ما كانش راح اتسجن 3 سنين. فانا اطلب من اهل الخير والناس الطيبين عشان حضرتك كده يعني يقفوا معايا ويجيبوا لي الكرسي ده عشان اقدر اتحرك واروح اصلي وادي فرض ربنا. ويعني واذا كان مثلا يعني برضو اتجل عليهم شويه، نفسي اطلع عمره، نفسي اطلع عمره قبل ما اموت. وجزاكم الله كل خير. قصه غريبه، قصه ماساويه، موت وخراب ديار، اتسبب للراجل في السجن 3 سنين واتسجن وهو مبتور القدمين علشان ما معهوش فلوس يدفع يسدد فلوس العهدة اللي كان ضامن صاحبه. يعني هو يا جماعة بس عشان حضراتكم تبقوا فاهمين، هو الراجل ده كان شغال في التموين ومتعهد ببضاعة ومتعهد حاجات، وجي واحد شال بضاعة والراجل ضمنه، الحاج زكي ضمنه، فلما ضمنه التاني ما سدش، وبعدين خد البضاعة وهرب. طب الحاج زكي قاعد يدور عليه علشان يسلمه يوديه الاسم يمسكه، انت ما سددتش ليه؟ انا يعني هتسجن، بيتي هيتخرب. فشافه الراجل كان زي ما قال كان بيصلي على شط الترعة قدام منهم، فشاف اخينا ده جاي من بعيد فطلع جري وراه. التاني عدى المزلقان بتاع القطر، وده بعدي مزلقان القطر راح جاي القطر خبطه، واقع متكعبل واقع قدام القطر، راح جاي القطر داس على رجليه. الحاج زكي عشان تبقوا فاهمين محتاج كرسي متحرك بالكهرباء تمنه 35,000 جنيه. لو في حد من اهل الخير هيساعدك وتبرع عليك بالكرسي تدعي ليه وتقول له ايه؟ قول له ربنا يجعله في ميزان حسناته. اصل خد بالك دعوة المظلوم هي دايما بتبقى مستجابة عند ربنا، وانت راجل مظلوم اتظلمت في الدنيا واتظلمت، ضمنت واحد وتسبب لك في بتر رجليك وتسبب في سجنك وتسبب. فدعوة المظلوم يا جماعة عشان تبقوا فاهمين هي دايما مستجابة. فلو في حد هيساعدك بتمن الكرسي تدعي ليه وتقول له ايه؟ اقول له ربنا يكرمه ويجعله في ميزان حسناته ويكفيه شر البلاء ويدوا له الصحة ويجعل كل جيش هيدفعه ب100,000 حسنة ويجعله في ميزان حسناته. وربنا يديكم الصحة. وأنا أشكرك يا أستاذنا الفاضل إنك أنت شرفتني وسمعت مأساتي، وجزاكم الله كل خير. يعني شفنا مع بعض حالة الحاج زكي، كل اللي هو طلبه كرسي كهرباء متحرك عشان يقدر يروح يصلي. أكتر من كده إيه يعني؟ يا ريت اي حد يقدر يتبرع يتبرع، يعني مش هتاخد حسنات اكتر من كده، ان انت بتساعد شخص ان هو يروح يصلي. ارجع لك بقى يا استاذ حسن، مؤسسة اهل بلدنا هتقدروا تعملوا ايه الحاج زكي ان شاء الله؟ هو بس الراجل هو كل اللي بيتمناه ان هو يواظب على صلاة فرض ربنا جماعة. يعني ما اتكلمت معاه وقول لي انا متعود طول عمري اصلي فرض ربنا جماعة، وانا من ساعة ما اتبطرت رجليا ده عاد صعب ان انا اروح اصلي فرض ربنا جماعة. مين اللي هيوديه؟ فانا كل اللي انا عاوزه كرسي متحرك بالكهرباء، لان ده ما عندوش ولاد. يعني كمان هو ما عندوش ولاد يزق الكرسي، ومراته ست كبيرة في السن ما بتقدرش، مش هتقدر تزق الكرسي العادي. فقال لي انا عاوز كرسي متحرك بالكهرباء علشان اقدر اروح اصلي فرض ربنا جماعة في المسجد. فانا بصيت له واستغربت، قلت يعني عادة الناس بتقول عاوزين مثلا مشروع ناكل منه لقمة عيش، لان هو اتفصل من الشغل وظروفه صعبة وحياتهم يعني سبحانك يا رب حياة بائسة يعني. فانا قلت له طيب عامة اللي نفسك فيه قوله، والارزاق بتاعت ربنا ورزقك على الله، واحنا هنعمل اللي هنقدر عليه معاك، والباقي بتاع ربنا. فهو مبدئيا هو كل اللي محتاجه كرسي متحرك بالكهرباء، ولو فيه حاجة ان شاء الله هنعمل لمراته مشروع علشان تقدر تصرف على جوزها. والفقرة ده هي انا بقول لكل اهلنا في مصر خدوا بالكم، الخير النهاردة عمايله بتبقى صعبة، والخير النهاردة علشان
توصل الجنيه للمستحقين، يعني عشان حضرتك توصل الجنيه لمستحقيه ده بياخد صعوبة. لازم الأول تتحرى عن صاحب اللي هياخد الجنيه ده هوت وصاحب الحالة، لازم تعرف هو مين وتتحرى عنه. والخير النهاردة مش بسهولة، مش كون انك تحط مثلا 5 جنيه 10 جنيه في ايد واحد ودنك ماشي. لا، احيانا الواحد ده ممكن ما يكونش مستحق الجنيه، احيانا الواحد ده بياخد حق غيره. لكن هنا الفرق بين 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 مؤسسة اهل بلدنا واي حد تاني، ان احنا بنجيب كل واحد فعلا مستحق الجنيه. هي الحالة دي موجودة جوه داخل القاهرة ولا؟ الحاج زكي ده من مركز دسوق في كفر الشيخ، الفقرة اللي قبل مؤسسة اهل بلدنا راحت له مكان. رحنا بيته. لان اهم حاجة المصداقية في الشغل والشفافية في التعامل، ده اهم حاجة. اهم حاجة ان انا اروح بنفسي اشوف الحالة على الطبيعة، اسأل الجيران. ما جايز هو راجل ظروفه كده بس عنده مثلا فلوس في البنك مسنود عليها، ما جايز ظروفه كده عنده ابنه مسافر بره بيصرف عليه. يبقى انا اهم حاجة الشفافية، وان انا اتاكد يعني انا عندنا فريق البحث بيجيب لي بحث كامل عن الحالة. لكن مع ذلك لازم انا اروح اتاكد كمان بنفسي، اسال الجيران واسال القرايب وما بسيبش حاجة. لان في النهاية احنا عاوزين نوصل الجنيه للي يستحق، لان ديت امانة. وسيد الخلق سيدنا محمد يعني وديننا والديانات كلها وصت على توصيل الأمانة لأهلها.